أكدت رئيسة جي اس ام اي في منطقة جنوب الصحراء الكبرى أنجيلا مولا أن 20% من الكثافة السكانية بأفريقيا تستعمل الإنترنت، وأضافت أنجيلا مولا أن أفريقيا تستطيع تحقيق التقدم الاقتصادي من خلال التعاون بين دول القارة. أنا أنجيلا ومولا وأنا رئيسة جي اس ام اي في منطقة جنوب الصحراء الكبرى وأعيش الآن في نيروبي وأمثل الجمعية في المنطقة. إذن كيف ترين أهمية هذا المؤتمر والقمة لأعضاء الكوميسا في المستقبل القريب لإحداث انفراجة ونقلة نوعية في هذا المجال، وأقصد المجال الاقتصادي؟ أعتقد أن الموضوع مناسب جدا للفترة التي نعيش بها وللاندماج الاقتصادي وازدهار أفريقيا، فمجال الاتصالات المتنقلة يزدهر، وأطلقنا التقرير حالة الأموال المتنقلة لعام 2022، وأظهر التحقيق الانفراجة الكبرى التي تحققها أفريقيا من حيث المساهمات، فإذ تساهم 70% من الأموال المتنقلة وهي 836 مليار دولار من 445 مليار معاملة إفريقية، وهذا كله من استخدام الجيل الثاني، فيمكنكم تخيل التقدم الذي سنحرزه من العمل معا من خلال تحقيق الاستخدام الجيل الثالث والجيل الرابع، وهو أمر جلل لأفريقيا. ففقط 20% من الكثافة السكانية الأفريقية تستعمل الإنترنت من هذه الأجيال، فحان الوقت أن نشارك بشكل أكبر في مجال الاتصالات المتنقلة، وهذا يعني أننا سنعمل معا كمنطقة إفريقية واستخدام الكثير والحديث من التكنولوجيات والانتقال نحو الجيل الثالث والرابع.